أم محمد. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام، عندي سؤال للشيخ. تفضلي. أنا أحيانا أحلف لا ما أوفي الحلف هذا، طيب، أبغى أعرف ما هي الكفارة، وإذا كانت عليه كفارة يمين ما هي كفارة اليمين؟ أحيانا تحلف فضيلة الشيخ ولا تفي بحلفها، ما هي الكفارة في ذلك؟ إذا حلفت على أمر مستقبل ممكن ولم تفعله، أو حلفت على تركه وفعلته، فإنها تجب عليها الكفارة. نعم. وما مقدار الكفارة يا شيخ؟ مقدار الكفارة ما ذكره الله في القرآن، قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فكفارة اليمين بينها الله في القرآن، وهي تجمع بين تخيير وترتيب، تخيير بين الخصال 3: العتق أو كسوة 10 مساكين أو إطعام 10 مساكين، هذا مخير. فإذا لم يجد شيئا من هذه الثلاث الخصال فإنه يصوم 3 أيام. نعم.